أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1784 من أدونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين، وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوما تبدأ في 1 من ديسمبر 2019 وتنتهي في 31 من مايو 2020. كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.57% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 10 من نوفمبر 2019، حيث بلغت 2.63%. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.71%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.707%، علما بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 329%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليون دينار بحريني. حصلت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات على الميدالية الذهبية في مجال التميز الصناعي Industry Steward Champion، والتي يمنحها الاتحاد العالمي للأسمدة، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للأسمدة الذي أقيم مؤخرا في مدينة فرساي الفرنسية، في إنجاز جديد تحققه الشركة على المستوى العالمي. وأوضح الدكتور عبد الرحمن جواهري رئيس الشركة أن الشراكة القائمة بين شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والاتحاد العالمي للأسمدة والاتحاد العربي للأسمدة والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تمثل عاملا هاما لتدعيم أفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة وبيئة العمل، كما تولي الشركة جل اهتمامها بأمور الاستدامة والالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في صناعة المغذيات الزراعية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لهذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1518.99 بانخفاض وقدره 1.33 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الخدمات وقطاع الصناعة. كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.45 بانخفاض وقدره 0.28 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وننتقل الآن إلى إغلاقات البورصات الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7853 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 2% لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5043 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.5%. وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2711 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.24%. بلغ اكتتاب المستثمرين الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية 27.4 مليار ريال سعودي حسب ما قاله مدير الاكتتاب سامبا كابيتال. وأوضحت سامبا كابيتال في بيان أن شريحة الأفراد غطت 845 مليونا و101 ألف وعشرين سهم حتى الآن. وأضافت أن آخر يوم لتلقي طلبات اكتتاب الأفراد هو 28 من نوفمبر. وقال عملاق النفط أنه يخطط لبيع 1.5% من الشركة بما يعادل نحو 3 مليارات سهم بسعر استرشادي في نطاق 30 إلى 32 ريال،
مما يقدر قيمة الطرح الأولي بما يصل إلى 25.6 مليار دولار، والقيمة السوقية المحتملة للشركة بين 1.6 و 1.7 تريليون دولار. إلى ذلك أكدت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي لمصر عند بي بلس مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش أن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية. وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف مصر يواجه ضغوطا من عجز مالي كبير وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل. للمرة الثانية في عامين، هيئة النقل البريطانية ترفض تجديد ترخيص أوبر للعمل في لندن. تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في نوفمبر الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وسط بواعث قلق إزاء الأوضاع الحالية للشركات وأفاق التوظيف، لكنها ظلت عند مستويات كافية لدعم وتيرة مضطردة لإنفاق المستهلكين. ويقف الاقتصاد الأمريكي على بعد أيام من الحدث التجاري الأهم خلال العام، يوم الجمعة السوداء في 29 من نوفمبر الجاري. وقالت مؤسسة كونفرنس بورد إن مؤشرها لثقة المستهلك انخفض إلى 125.5 هذا الشهر، وذلك من قراءة معدلة بالزيادة عند 126.1 في أكتوبر، وسجل المؤشر 125.9 في سبتمبر. أصدرت الصين أكبر عملية طرح لسندات حكومية مقومة بالدولار في تاريخها لتجمع ما قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل عرض السندات من وزارة المالية الصينية أكبر إصدار للسندات الحكومية المقومة بالدولار على الإطلاق، وذلك وفقا لبيانات ديلوجيك، مما وفر للمستثمرين فرصة لشراء الديون ذات العوائد المرتفعة والتي تدعمها بكين. وتحمل السندات الصينية آجال استحقاق مدتها 3 و5 و10 و20 عاما بعائد أو بعوائد تتراوح بين 0.35 و0.7%، أعلى من سندات الخزانة الأمريكية ذات آجال الاستحقاق نفسها، وذلك بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. ويأتي هذا الإصدار في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار السندات لترتفع العوائد عليها مع تراجع المخاوف من الركود العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. والآن نترككم مع مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. أعلنت هيئة النقل البريطانية عدم تجديد رخصة العمل لشركة أوبر للنقل في لندن، نظرا لوجود انتهاكات تعرض سلامة الركاب للخطر، فيما قالت الشركة أنها ستطعن على القرار وستقدم استئنافا. وقالت هيئة النقل البريطانية أنها ليست واثقة من عدم ظهور مثل تلك القضايا المتعلقة بالسلامة في المستقبل، لهذا لا تتوفر في أوبر الشروط المناسبة لامتلاك الرخصة. وفي المقابل وصفت شركة أوبر القرار بأنه خاطئ وغير عادل، وأضافت أنها عملت خلال العامين الماضيين على إحداث تغيير جذري بطريقة عملها ووضع معايير للسلامة. وأضافت أن هيئة النقل كانت وصفتها منذ شهرين بأنها مناسبة للعمل.